أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. عمت مساء، مساك الله بالنور والسرور يا أبو فهد، حياك الله وساعة المباركة. هذه طبعا عالم الرياضة، 29 أكتوبر 1984 أخذناها حلقتين من قبل على غلافها صالح المسند ونعيم سعد، نهائي كأس الأمير عام 1984 اللي فازوا في كاظمة 2-0. هذه يعني أخذناها حلقتين من قبل، لكن طبعا فيها أشياء عجيبة. هني صور من لقاء كأس الأمير، صور نادرة. مع صدور عددنا الأسبوعي الماضي، كان كاظمة قد أحرز بطولة كأس أمير دولة الكويت بكرة القدم. عدسة مصورنا جورج بارسخيان كانت مع هذه اللقطات كأرشيف البطولة. طبعا سنة 84 مثل ما قلنا، نادي التضامن سجل حضور الأول في نهائي كأس الأمير وهو أغلى الكؤوس في تلك الفترة، يعني استضافه استاد صباح السالم نادي العربي النهائي هذا، وجرت العادة في فترة الثمانينات أن نادي العربي استضاف جميع النهائيات إلا نهائي سنة 81 كان نادي القادسية بين العربي والكويت، ونهائي 87 كان بين التضامن وبين الكويت في ملعب كاظمة، ونهائي سنة 90 اللي هو كان بين العربي وكاظمة. إنما بقية النهائيات كلها أقيمت على استاد صباح السالم في النادي العربي، وقتها نادي التضامن ونادي القادسية يتقابلان، نادي التضامن ونادي كاظمة يتقابلان في النهائي لأول مرة لنادي التضامن، ولكن نادي كاظمة قدر أحرز اللقب للمرة الثانية. نعم، بعد فوزه 2-0، هدف صالح المسند، هدف جميل جدا، الهدف الثاني للساحر ناصر الغاني. هذه صورة فتحي كميل نجم نادي التضامن حزينا على خروج الكأس، أكيد من يد التضامن أمام الشيخ سعد العبد الله رحمة الله عليه. وفيصل عسى الله يطول بعمره كان له نية أن يختم مشوار الكروي، خصوصا يعني ما قدر يأخذ ولا بطولة مع نادي التضامن، نجم محبوب يعني الجماهير الكويتية والعربية والأسيوية أيضا، يعني يعشقون اللاعب فتحي كميل. هني صورة جميلة كذلك، طاقم الحكام وحكم الساحة يأخذ توقيع من الشيخ ولي العهد كذكرى، حكم طبعا الحكم جواد عاشور رحمة الله عليه، وراء عيسى الجساس الله يرحمه. الله يرحمه. الكأس بين يدي حارس كاظمة، بينما يستلم عبد الله معيوف رقم 14 الميدالية الذهبية من ولي عهد الكويت الشيخ سعد العبد الله، وهذا طبعا وقوفا كذلك لاعب يوسف سويد. نعم. هني الكأس يتسلمها فوزي إبراهيم من نادي كاظمة. عندنا هني طبعا قبل المباراة الشيخ سعد العبد الله يصافح لاعبي نادي كاظمة، وهذا اعتقد طبعا سويد ومسند وغانم، هذا كنا حمود فليطح. الشيخ سعد العبد الله ولي عهد الكويت، وعلى يساره الشيخ فهد الأحمد رحمة الله عليهم. رحمة الله. صورة جميلة، الشيخ سعد العبد الله والشيخ فهد الأحمد. هني يوسف سويد يحمل الحذاء الفضي بمناسبة حصوله على المركز الثاني ضمن هدافي العرب. العرب صحيح. وقدمت الكأس الزميلة الوطن الرياضي. نعم. ويبدو يوسف الشاهين رئيس نادي كاظمة والوزير عبد العزيز حسين رحمة الله عليهم في السدة الرئيسية. صحيح. عبد العزيز حسين طبعا كان وزير وقتها. هني طبعا هذا صورة جماعية لفريق نادي كاظمة. هذه صورة أجمل لجماهير نادي كاظمة السعيدة. صحيح. بحصول فريقها على كأس سمو الأمير في عام 1984. طبعاً النهائي هذا تأخر، بدل ما يقام شهر 4 أو 5 وقيم في أكتوبر سنة 1984. إيش رأيك نطلع فاصل نتابع بقية الحلقة؟ أعزائي المشاهدين خلوكم معنا لا تبعدون، فاصل قصير وراجعين لكم.
أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل ونستكمل بقية حلقتنا، وإحنا لازلنا مع مجلة عالم الرياضة، وكانت هناك تغطية على نهائي مميز لنهائي كأس الأمير سنة 84 التضامن، وكاظمة يحرز اللقب للمرة الثانية بعد ما وصل يمكن تقريبا قبل البطولة هذه وصل تقريبا 83 وخسر أمام العربي 82.61 على الكويت، و80 خسر 3-2 من الكويت، وأول مرة وصل 79 وخسر من القادسية 2-1. الله أيام اليمن الشمالي واليمن الجنوبي تذكر اليمن الشمالي يغلب الجنوب 2-0، هاي صورة لمنتخب اليمن الجنوبي، صورة لمنتخب اليمن الشمالي، وهني صورة لرئيس الفريقين. فاز منتخب الشباب اليمن الشمالي على المنتخب الجنوبي 2-0، مباراة قيمة بينهما على استاد مدينة الرياضية في نطاق الاحتفال بالذكرى 22 لثورة 26 سبتمبر الخالدة، والتي انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وأحرز خالد الناظري الهدف الأول دقيقة 35 من الشوط الثاني، والهدف الثاني أحرز اللاعب جمال حمدي في دقيقة 40 من نفس الشوط. من اللي فاز فيها؟ لمن الشمالي. الشمالي على الجنوبي احنا باريناهم ثنيتهم، الجنوبي لعبنا وياهم في تصفيات موسكو في بغداد، فزنا 5-1، سوبر هاتريك جاسم يعقوب وهدف لي سعد الحوطي، وهني لعبنا وياهم في تصفيات كاس العالم في استاد صباح السالم سنة 85، لعبنا مع الشمالي فزنا عليه ايضا 5-0، يوم العنبري هدفين فيصل الدخيل صلاح الحساوي، وايضا هدف جمال يعقوب رحمه الله عليه. الدوري حول العالم، أرسنال يهزم سندرلاند تاريخيا، وسع فريق الأرسنال اللي يصدر دوري أندية إنجلترا الفارق بينه وبين أقرب فرق منافسة إليه لأربع نقاط في ختام الأسبوع 11 من المسابقة، حيث فاز على سندرلاند 3-2 بينما خسر توتنهام الذي كان يحتل المركز الثاني 1-0 من مانشستر يونايتد، وسحق فريق ستيفلد وينزدي الذي صعد هذا الموسم الدوري شيفيلد وينزدي فريق ليستر 5-0، أحرز منها فرادي 3 أهداف لوحده. طبعا هالمرة الأولى يشهد فيها الأرسنال فوزا على سندرلاند خلال 14 لقاء من عام 1973، عشان شي سموه تاريخي بفادي. بعد النتائج يكون فريق الأرسنال قد تصدر برصيد 25 نقطة من 11 مباراة، يلي شيفيلد وينزدي ب 21 نقطة، ثم مانشستر يونايتد برفض الرصيد، ثم ايفرتون 20 نقطة. ومن جهة أخرى سجل ايفرتون أول فوز على ليفربول بطل أوروبا على ملعبه أنفيلد، وذلك خلال 14 عاما. أحرز الهدف غريم شارب هداف الدوري الإنجليزي حاليا الذي أرسله بكرة لوب من 20 متر خدعت جلوبيلار ودخلت. هذا هو الفوز الثاني لايفرتون على ليفربول خلال هذا الموسم، فقد سبق وأن فاز عليه بنفس النتيجة في كأس الدرع الخيري في بداية هذا الموسم. صحيح. طبعاً هذا خصوص، يعني كذلك إذا تبي نروح إلى دولة ثانية أبو فهد، نروح إلى إيطاليا، فيرونا بالصدارة. وصف المراقبون نتائج مباراة دوري كرة القدم الإيطالي يلعب فيه أشهر نجوم العالم بأنه الدوري هو ثورة أكتوبر الكروية. طبعاً هزيمة يوفنتوس أمام فيرونا، وروما أمام ميلان، وفيورنتينا أمام سامدوريا، بأنه سقوط لحكومة كرة الإيطالية التي تهيمن عليها الفرق الكبرى لصالح فرق المحافظات. هزيمة يوفنتوس وانهياره بشكل مأساوي، يوفنتوس نادي النجوم أمام أولاد القرى، جعل جوا من المرارة يخيم على تورينو المدينة الصناعية الكبرى. صحيح. وأفرح في نفس الوقت كل من متطلعين لدوري مثير. طبعا وهنا عندنا الدوري الاسباني، برشلونه احتفظ فريق برشلونه بعد تعادله مع فريق ريال مدريد سوسيدار 1-1. ريال سوسيدار هم كاتبين ريال مدريد سوسيدار المركز 16 في الدوري الاسباني. وهنا طبعا تكمله تجوري بغازي، تجوري يا طويل العمر، هذه الصوره منتخب الكويت، يعني هذه الصورة منتخب الكويت اللي لعب في تصفيات كأس العالم في إسبانيا، مع الخبر نهايات يعني عبد الله أحمد نهايات كأس أمم آسيا ستقام في سنغافورة يوم 3 ديسمبر، والكويت وصلت للنهائيات بوصلة بطلة لقب آسيا، ولا تزال التصفيات في مختلف التصفيات قائمة لتحديد فرق تصل إلى النهائي. طبعا احنا جرد منه لقب آسيا فاز فيه منتخب سعودي، وجرد منه
بطاقة الأولمبياد اللي تأهلنا فيها سنة 80 أخذها المنتخب السعودي والقطري والعراقي. كأس العالم أيضا اللي وصلنا 82 جرد منه أخذها المنتخب العراقي وتأهل. لكن الحين مع الصورة الجميلة لنجوم 82 لازلنا نتغنى فيهم نصل إلى نهاية حلقتنا. تقبلوا تحياتي تحيات أخوكم فهد العبد الجليل، إلى نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة ومع السلامة.